يا فندم، يعني خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الواقعة دي ومعلومات حضرتك. الواقعة دي حصلت إن وردت لنا إشارة من الجيش الثالث بتفيد بتقول بالمسح الجوي اللي بيقوموا بيه بصفة مستمرة لتأمين قناة السويس. أيوة فندم. تلاحظ ليهم إن السفينة الجميلة دي سفينة قطرية أحدثت تلوث في منطقة البحيرات المرة. في الوقت ده على طول طبقا للوائح وتعليمات الهيئة، مفروض طبعا لأن المركب في الوقت ده موجودة في منطقة البحيرات منتظرة دورها لدخول لاستئناف سرها متجهة جنوبا، وقعنا الغرامة المقررة عليها في اللائحة. اللي هي ايه؟ يعني حصل غرامة، تم توقيع غرامة على السفينة. في غرامه موقعه سفينه، اما معذره الكلام اللي نازل على النت وفي الاخبار المتداول ونفايات لا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط، هو عباره عن يعني ايه رواسب الزيت بتبقى متبقيه ممكن ببعض السفن ممكن انها تيجي بترميها، لكن احنا بناء عليها بتطلع وحداتنا للتاكد من الكلام ده وبنفرض عليها الغرامه، لكن ما بنقدرش نحجز السفينه ما نحجزهاش، بنوقع عليها غرامه، لكن لو في تلوث كبير يؤثر على المجرى الملاحي هنا في الوقت ده لازم يحصل كونتاكت مع جهاز شؤون البيئه وبيتم. طيب يعني حضرتك بتاكد انها مجرد رواسب زيت وان تم توقيع الغرامه على السفينه او على ناقله البترول، اللي هي ايه اللي هي ايه الغرامه اللي حصلت يا فندم؟ في قيمتها يعني افندم قيمه الغرامه دي قد ايه؟ هي قيمه الغرامه، هي الغرامه مش كبيره، 5000 دولار طبقا للوائح عندنا ودي موجوده في اللائحه، لكن لو احدث تلوث كبير احنا في الحاله دي بنحجزه، لكن لم يتم الحجز عليه لان ده يعني شيء ممكن يحصل، لكن احنا محطين الغرامه دي في اللائحه علشان نحد لو من اي حد يعني اي رواسب في الميه، ودي طبقا للقواعد الدوليه. لكن طب انا هستاذن حضرتك يا قبطان تفضل موجود معانا على التليفون عشان ارحب كمان باستاذ وائل عباس. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ وائل. اهلا وسهلا يا فندم. إيه عندك معلومات او تفاصيل تانية غير القبطان محمد فوزي قالها لنا؟ والله انا ما سمعتش الحوار من الاول يعني، بس هو بيتكلم هو بيتكلم على ان ما كانش فيه تلوث بشكل كبير، كانت مجرد رواسب زيت وتم توقيع غرامه ماليه قيمتها 5000 دولار على ناقله البترول واتجهت بعد كده في حال سبيلها. الاوراق اللي حضرتك انا نشرتها بتقول كلام غير كده، الاشاره اللي بعتها الجيش الثالث الميداني بتقول ان السفينه بتفرغ زيت وبتعمل تلوث، والخطاب اللي بعتها لهيئه قناه السويس نفسها للسفينه بتقول لهم انتوا عاملين تلوث وانتوا لازم تدفعوا غرامه، وفي خطاب تحفظ على السفينه، ويعني الكلام واضح جدا في الوثائق اللي انا نشرتها يعني. يعني ما خرجتش كتير عن كلام القبطان، لكن موضوع خطاب تحفظ ده اللي هرجع بيه للقبطان محمد فوزي. يا سيادة القبطان. ايوه. يعني ايه حقيقة بقى كلام عن خطاب تحفظ؟ حضرتك بتقولي لا ما فيش عندنا الكلام ده، مجرد الغرامة السفينة بتمشي. لا حضرتك في الجواب التحفظ ده المسمى بتاعه تحفظ، ما معنى كلمة تحفظ؟ يعني الهيئة بتتحفظ على حقوقها وبيبعت له نفس الاشاره اللي موجوده في اللائحه، واللائحه دي موجوده عنده كقبطان سفينه وتوكيل السفينه بيبقى عنده هذه اللائحه يقدر يرجع عليها، وانا بخاطبه بالاشاره بقول له انا بتحفظ على حقوقي بناء على الماده رقم كذا بصفحه كذا اللي هو يعلمها، وبالتالي لما اقول له انا بتحفظ على حقوقي يعني معناها اني انه في غرامه هتوقع عليه، لكن مش هتحفظ عليه ان احنا نحجز عليه في الـ 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 في
وفي يعني جزئيه هنا الجزئيه. ما هو اللبس يا فندم جاي من ايه؟ ان المعلومات بتقول انه الهيئه قررت التحفظ على ناقله البترول لغايه ما يتم طبعا التحقيق معاها وتوقيع العقوبه المناسبه، لكن اللي بيتقال ان يعني بعد ما الجيش الثالث الميداني بلغ هيئه قناه السويس وقبل ما يكون في اي تحرك يعني انه تم الغاء قرار التحفظ بناء على اتصالات تمت من الشركه اللي هي شركه قطر للغاز الملكه لهذه الناقله، وبالتالي ده هم دول اللي تدخلوا لدى السلطات المصريه وتم الافراج عن ناقله البترول. لا الكلام ده مش مظبوط ولم يتم اتصال، هم ولا اتصلوا ولا احنا اتصلنا بيهم، لان دي في اجراءات بتتم. احنا اوريدي بدون ما هم يتكلموا او احنا نكلمهم هو عارف الغرامه اللي هتوقع عليه. كون ان على سبيل المثال كل ان احنا وقعنا عليه الغرامه وتم واتسحبت من رصيده في خزنه الهيئه. الغرامه دي بقى يا فندم بيتم تحديدها على اي اساس؟ يعني هل الغرامه العقوبه الماليه بيتم تحديدها على اي اساس؟ حجم النفايات او المخلفات وتقديرها بيتم ازاي، وازاي يتم التاكد ان الغرامه او العقوبه مناسبه بالفعل للجرم؟ لا هو حضرتك معذره كلمه حجم النفايات كلمه نفايات دي كبيره ما اقدرش اقولها كده على اي مركب ترمي رواسب. احنا يعني اللي بيشتغل في البحر وفي تخصصه وخبر حضرتك ازاي. ايوه فاهم. عارفين احنا في القناه وعليها المركب اللي هي بتحدث بترمي اي رواسب، في الحاله دي انا رواسب بيوت كلام من ده ممكن بوقع عليه الغرامه وهي 5000، اما اذا احدث زي ما حضرتك بقى بتقولي نفايات وتلوث كبير ده احنا لازم يقف ويتحقق معاه ويتم تحليل العينه من الزيوت اللي عمل بيها التلوث الكبير في المنطقه، ولازم نبلغ جهاز شؤون البيئه لان جهاز شؤون البيئه بيقوم بدوره في الوقت دوت مع الشركه. لكن المركب ما حصلش زي ما بيتقال حاليا ان الشركه كلمت الهيئه والهيئه وقفت. لا الكلام ده لم يحدث. في عندنا اي وقائع مماثله او مشابهه حصلت الفتره الاخيره يا فندم؟ ده يعني على سبيل المثال يعني الغرامه اللي احنا محطوطه في لائحه الهيئه، الغرامه دي محطوطه على اساس اي مركب بتحدث اي مخالفه بسيطه ايا كانت بسيطه لازم اوقع عليه الغرامه، اما اذا حصل تلوث كبير نتيجه حادث جنوح سفينه ادى الى فتح السفينه وحصل تسرب زيوت في الحاله دي بيتم الحجز على السفينه وتوقيع الغرامات الكبيره، واللي بيوقع الغرامه دي جهاز شؤون البيئه. مفهوم. انا بشكرك شكرا جزيلا القبطان محمد فوزي كبير المرشدين ورئيس مراقبه الملاحه بهيئه قناه السويس. واستاذ وائل عباس لو عندك اي تعليق اخير يا استاذ وائل قبل ما انهي مع حضرتك. وانا بس عايز اعلق ان الورق يعني زي ما انا شايفه قدامي كده بيتحدث بصراحه عن وقوع تلوث، يعني تطبيقا لنصوص الماده الرابعه من لائحه نظام الملاحه بالقناه نتشرف باختاركم باننا نحملكم المسؤوليه عن التلوث الذي حدث اثناء مخطاف سفينتكم بالبحيرات المره اليوم 29/4. تمام. الوثيقه الرابعه واضح فيها بليز كانسل اور مسج نمبر 7 ستوب، يعني الغاء كل الاجراءات اللي اتخذت ضد هذه السفينه. فيا ريت لو كان بس القبطان كان معانا ويرد على الوثيقه الرابعه دي تحديدا لان هي دي الوثيقه الرابعه بتتكلم عن الغاء الاجراءات اللي اتخذت ضد السفينه، وورق الهيئه نفسه بيقول ان كان فيه تلوث باللفظ ما بيقولش رواسب هو اي حاجه من دي. هو القبطان يعني اتكلم على التلوث لكن حجم التلوث ايه واذا كان بس مجرد رواسب زيت، لكن موضوع الغاء التلوث ده يعني دي يعني الموضوع هيبقى مرن وهيبقى فيه كلام كتير. المفروض ان التلوث هو تلوث كبير او صغير فهو تلوث. استاذ وائل عباس انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، واشكر مره ثانيه القبطان محمد فوزي. الواقعه بقى الخاصه ب